العزيز والجميل القائد الفلسطيني الدكتور سعيد أبو علي، أهلا وسهلا فيك. وأيضا بوفدي المرافق الأخ رجل أعمال طارق النجي، أهلا وسهلا فيك. كنا قد صدمنا وأحببناك وزرتنا وأحببتنا كما كان مع الدكتور محمد الشتية، فأنت تحب هذا البلد ومواطن على زيارتي، أهلا وسهلا فيك. وطبعا نرحب بكم فردا فردا الإمام أبو علي الشاعر الكبير محمد إبراهيم، أهلا وسهلا فيك. اللهم ارضيها إلى أنها تصر أن تكون بيننا، أهلا وسهلا. أعضاء المجلس الإخوة جميعا، أهلا وسهلا. مع حد الأقارب والأسماء أيها الأخوات أيها الأخوة، يصادف لقاءنا هذا مع مناسبة مهمة جدا. لقد مر عقد من الزمن على استشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. لا تفي هذا الرجل، لأنه فعلا إمام المجاهدين والزعيم الاستشاريين والزعيم القائد الذي حافظ على فلسطين. فدعونا نقرأ لهذا الرجل الفاتحة على روحه. علي وزير الداخلية سابقا ابن الحرب الوطنية في فلسطين، نحن اليوم في ذكرى استشهاد القائد أبو عمار، وهي ذكرى اليوم يمكن الشعب الفلسطيني أمس الأوقات بحاجة إلى القائد. نحن اليوم نمر في أزمات مخيفة في عالمنا العربي، عالمنا متمزق من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى ليبيا، وللأسف كمان شعوبنا انقسمت بالنص بين ما يسميه بالربيع العربي وبين ما يسميه بالشتاء العربي. ايضا حركات التكفيريه التي تمزق مجتمعنا، والاف القتلى ومئات الاف المشردين، ودول اللي كانت هي تعد دعم للشعب الفلسطيني، دول كانت دعم المقاومه، اليوم تمر في ازمه مخيفه. نحن نمر في ازمه لا يحسن عليها جميع العربيه، واحنا كشعب فلسطيني بعد ما كانت قضيه شعب فلسطيني لو اعلاميا هي قضيه اولى، للاسف تحولت قضية شعب فلسطيني وقضية فلسطين هي ليست بسلم اولاد القرى العرب، واصبح الاقصى في خطر، والقادة والجميع العربي لم يبقى الاقصى هو الاشي الاساسي لشعبنا. ومن دافع عن الاقصى اليوم ومن دافع عن مؤسساتنا، نعم هو ابناء شعب فلسطيني في الضفه في القطاع وفي عام 48. هاي المهمه اولا للاسف لهي الجماهير، لأن شعوبنا مشغول بأمور ثانية، وأمور اللي هن أشغلوهم فيها. ونحن اليوم نحكي كقضية عربية على 48 أيضا نمر في أزمة، هناك هجمة مخيفة من اليمين الفاشل وحكومة اليمين الفاشل الذي رأسها نتنياهو، هناك هجمة على الجمعية العربية وأخذنا في القدس، هناك تحرير أعلى من قيادة هاي الدولة، حتى ما يسمى في الوسط اصبحنا احنا اقليه عربيه اعداء، احنا الخطر عليهم. تمارس ابشع محاولات التهجير، محاولات القمع للجمعيه العربيه. ما حدث في كفر كنا هو مؤشر خطير، هي بدايه انه يمكن قتل اي طفل عربي او شاب عربي بدون اي سبب، واذا الجماهير العربيه سكتت عن الحادث فهو مؤشر انه اتشجعوا اليوم. جوائز الجمهورية العربية من الضفة حتى القدس حتى جماعة 48 أن نتوحد وأن نكون كتلة واحدة لوقف الهجمة اليمينية على الجمهورية العربية في الداخل، ولوقف الهجمة اليمينية على تدنيس الأقصى، فلا بد أن نتوحد. وأيضا هي رسالة إلى الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، لا بد أن تزيل الخلافات، لا يمكن أن نكون موحدين عندما
اليوم احنا في وضع بس احنا بنضمن انفسنا، فيش مين يحمينا، فيش مين يدافع علينا، اذا احنا كشخصين مش موحدين فبنقول وضعنا كاقليه في خطر والاخطر في خطر والاخطر في خطر. اهلا وسهلا اخو الدكتور، من امل تكون محاضره شيقه لتعكس ونعكس ومنازل في مجتمعنا وفي شعبنا. معلومات في مكتب الرئيس وبين 2003 2004 5 اشهر المحافظه والرئاسه، 2004 2005 محافظ نابلس، 2006 الى 2009 محافظ رام الله والبيري، ومن 2009 ولغايه شهر حزيران 2014 كان وزيرا للداخليه والامن الوطني الفلسطيني. شارك الدكتور كاستاذ في القانون العام والعلاقات الدوليه في جامعه الازهر في غزه وجامعه القدس وكذلك جامعه بيزيد مع عدد كبير من الدراسات والابحاث العلميه والقانونيه. بسكم جميعا نرحب ضيفنا الرائد الفلسطيني وزير الداخليه السابق الاستاذ والمحاضر سعيد ابو عايد. على روح القائد الرمز الاستثنائي ياسر عرفات في ذكرى رحيله العاشر، مخصصا هذه الامسيه الجميله التي تجمعنا هنا في استحضار واحدة من مآثر هذا القائد الخالد، من إنجازاته ومن دروس مسيرته، مسيرة بناء الدولة الفلسطينية. ثم أن أعبر خيري، مساء الرامة مساء سميح، مساء القدس مساء البروة، ومعين غزة يعانق زيال ناصرة المسيح، مساء الجليل براشد وأعلام الصبا، تسمع الدنيا أناشيد بطن فصيح، إنا هنا وهنا لنا أبد الزمان، نرشد الخطوة من كل عادية وريح. مساء فلسطين المعطر بالقوافل والجبائر، بالمواسم والقصائد، تشد شعاع الشمس لتشرق فجرا على صبح فسيح. وفيما الوداع لقاسم، فيما الوداع وإن قضى، غيبا بعمر وعمره عمر الزمان توالدا وتجددا، إن الوداع لراحل من حيث غيبه الردى، أن يكون لراحل يرضي الغياب تمردا وتوردا، هو ذا الفتى ظل الجليل تأبدا، أبد الشموس على الدهور تموجا وترددا، والجليل قيثرة فلسطين، قصيدها علياؤها نبر هوائها الشمالي، طابوا معجزاتها رسالتها الكونية السماوية، خلودها الأزلي، وكم أنت جليل أيها الجليل، أيها الجليل الجميل، يا بحر شعرنا ومنبر صوتنا ويا حقل الأدب. وهذه حقيقة الأزمة التي نعيش إلى اليوم، عدم تعريف ماهية الدولة الفلسطينية كمخرج لعملية السلام والتفاوض، حدود هذه الدولة، سيادة هذه الدولة، أي باختصار الأرض. في الواقع هناك فرق بين التسليم بالفكرة كما هو الموقف السياسي الإسرائيلي والتسليم بالأرض. والفكرة، حتى الفكرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، الجميع هنا ضحاياها، كانت من تنتقل من الإنكار الكلي
لوجود شعب فلسطيني، وبالتالي لحق هذا الشعب في تأسيس دولة، إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني أن تكون له دولة. كان هذا الانتقال التدريجي بالفكر الصهيوني والمواقف السياسية ليس منة أو إدراكا للحقيقة بقدر ما هو مرتبط بنتائج وتراكم النضال الوطني الفلسطيني. مع ذلك فكرة هذه الدولة أو هذا التحول بالموقف الإسرائيلي الذي بني على أساس إنجازات النضال الوطني الفلسطيني كانت بالغموض الذي أشرت إليه، بدءا من وجود هذه الدولة في الأردن. ذكروا الزمن، كانوا كل الفلسطينيين من دولتهم في الأردن، ولليوم الفكرة ملتبسة. مرة بقولوا في غزة، مرة بقولوا غزة زائد سيناء أو جزء من سيناء، مرة بقولوا غزة 40% من الضفة، لكن بنضم لها الجليل والمثلث بدون سب السكان. استمرار بناء مؤسسات الدولة، لأنه بصير العالم يعترف فيه إنك دولة، وأنت نفسك ما عندكش هذه القناعة، هذه الممارسة، هذا الاستكمال لبناء مؤسسات الدولة والتعامل بمسؤولية ومنطق الدولة في تحقيق القيام بوظائف الدولة تجاه سكانها وتجاه المجتمع الدولي. هذه نقطة. نقطة ثانية، إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني اللي زي ما كلنا نعرف إنه منقسم على نفسه، وأن هذا الانقسام هو مصلحة إسرائيلية، وأن هذا الانقسام هو انتقاص من نضال الشعب الفلسطيني، كأنه هو تهديد للمشروع الوطني الفلسطيني. أنا لا أنظر إليه باعتبار بعده السياسي فقط على أنه صراع بين تنظيمين. صراع التنظيمين واجهة بتفريط الجغرافيا والانفصال الجغرافي بين غزة والضفة بتعزز الانقسام العمودي في الشعب الفلسطيني، إضافة إلى حالة الشتات. وبالتالي المصالحة الوطنية هي ضرورة قصوى للمشروع الوطني الفلسطيني. هذه المصالحة مش ممكن تتم أو حالة إنهاء الانقسام بالصورة الاتفاقية التعاقدية اللي كانت محاصصة لما بيدخلوا شركة في مشروع بالتراضي، التبطيل بالتراضي أصبح حرية، ممكن يبطلوا، وهذا ما عشناه في الأشهر الأخيرة. بدنا نعرف عشان نتفاوض، أو بدنا نعرف حدود الدولة اللي بنتفاوض عليها. إحنا ما بنقول لبعضنا حدود الدولة، طب أنتوا إسرائيل ما حدود إسرائيل؟ خلينا نفهم حدودكم. أعطونا ورقة خريطة، إذا بدكم مش تقولوا هذه فلسطين اللي أعطيكم إياها، هي الأراضي المحتلة، تعريف الأراضي المحتلة بالفهم الإسرائيلي وين؟ حدود 67 فهمكم ايش؟ اعطونا حدود 67 الا اغلبكم ثم سقف زائد. نقول خلال سنه خلال سنتين نتفاوض بعد ترسيم الحدود على القضايا على العلاقات المستقبليه، ومن ضمنها مبادره السلام العربيه التي لن تكون شرطا مسبقا بالتنفيذ، لانه مساله فتره بالنسبه للحقيقه. مبادرة السلام العربية، تعرفوا مبادرة السلام العربية صارت في بيروت عام 2002، ثم تبنتها القمة الإسلامية عام 2003 لفترة. تخيل مبادرة السلام العربية تكون في بيروت وما أدراك ما بيروت، ثم يتم اعتمادها في طهران، يعني 57 دولة عربية وإسلامية. تغيير عميق، مش بالضرورة يكون الشكل هو نفس الشكل اللي عشناه بالانتفاضة الثانية أو بالانتفاضة الأولى، مش بالضرورة هيك.
تحولات الرجال في المجتمع وتطلعات المجتمع من واقع حالة الإحباط واليأس والضغوط اللي تمارس على هذا المجتمع، آخذاً بعين الاعتبار التغيرات اللي بتصير في الإقليم في كل المنطقة، وإحنا مش في معزل، معناش هالحصانة إنه كل الناس بتتغير وإحنا زي ما إحنا، لا، إحنا مش استثناء، كما إنه إحنا مش شعب زي ولا فارق من سكان المنطقة، احتمالات مفتوحة على كل ما يتبادر إلى الذهن، ولكن ما لم يكن هناك تدارك لحل دولتين، ما لم يكن هناك استمرارية وتراكم في الإنجاز الوطني الفلسطيني اللي إحنا متمسكين فيه، وهذا استراتيجي بالنسبة لنا، وتواصلنا مع أهلنا في كل مكان في داخل 48 أو في خارج فلسطين، هو على هذه الأرضية، أرضية أن الشعب الفلسطيني موحد من أجل أنه يحفظ بقائه. ما بيحفظ بقاء هذا الشعب وبيحافظ على هويته إلا من خلال فرصته في إقامة دولته المستقلة في هذه المرحلة التاريخية ضمن حدود 67. هذا بينكم، وإن شاء الله نظل على تواصل دائم، وشكراً الذي أدانا بهدوء وتودة وصبر وحكمة وصبر، ونحن لذذ عقلي وأذني. بحييك، درس القضية، حافظ القضية، عارف شو مستقبلنا. احنا 1.5 مليون وخمسة برا، هاي سبعة برا، سبعة هاي ما شاء الله 8.5، وإذا كنا 20 بدنا حق العودة، وين طبوا أولاد عمنا؟ لكن عن حقنا ما بنتنازل، احنا في البلد ورحلنا من بلدنا لبلد. انا مهاجر تارك قرية و238 دونم ارض ما زالوا على اسم الاب والجد في الدمون، ومحروم اني ادوس ترابها. لذلك احنا ايضا بنطالب من داخل البلاد، بنطالب بالعودة. كيف المهجر حامل المفتاح لا يمكن يتخلى عن بيته او العودة لوطنه؟ اللي بدي اقوله الاقصى، القدس. انا بعرف انه بالامس انا كنت في مقبرة الشهداء واخذت الصحيفة معي، فبعرف انه يوم 11/11 ذكرى وفاة الشهيد البطل المناضل، اللي في يوم كانت الحرب عليه بكل شدة في 82 كان قاعد بيشرب فنجان قهوة وبشاطر أحباب الشطرنج كيف يكسر، كيف يغلب هذا الشعب الغازي. تحياتي إلو حي، تحياتي إلو في قبره، وما مات إنما غير جسده، أما روحه عقله علمه ثقافته فينا باقي خالدي أبد الأبد. لذلك احنا بنحيي القيادة الحكيمة، ونقول لإلنا وإخواننا في حماس تعالوا عفوا اتقاربوا. القضية مش قضية حماس أو القضية وطنية، القضية أغلى من ذلك. نزاعنا هو نصر لعدونا ونصر للي قاعد على صدورنا.